بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال اللي انا شايفه ده يا رجاله؟ الناس المحترمه اللي معانا شايفين الجمال اللي انا شايفه النهارده ده؟ في كده؟ في حلاوه زي كده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا النبي. الناس اللي معانا على اللايف تحضر فورا، لان النهارده معانا تفاحات من الجاموس المنوفي، اعمار كبيره، مال بسم الله ما شاء الله، زي ما الكتاب بيقول، زي ما الكتاب بيقول يا رجاله. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. الناس اللي معانا على اللايف تحضر وتصلي على سيدنا النبي. شايفين الجمال ده يا رجاله؟ شايفين الحلاوه ديت؟ اللهم صل على سيدنا النبي. تفاحات ماشي، تقول زي ما انت عايز تقول ماشي. دولت خمس تفاحات جاموس منوفي، ومعاهم الدكر الطلاب بتاعهم، الدكر بتاعهم ايطالي. البيان دي يا رجاله جايين من اكبر مزارع الجاموس في مصر. العجله من دول امد راض عليها بين جاموستين اثنين. العجله من دول يا رجاله راض عليها بين جاموستين. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين الحلويات دي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العجله من دي يا رجاله اثنين في بعض، اثنين في بعض مش واحده. اللهم صل على سيدنا النبي. معلم ابو سته معاك ايه النهارده؟ النهارده يا باشا عرض لك يا عمرايم شويه جمبوات بهاي منوفي اصلي. يا عمرايم عرض لك سوق كامل متكامل، ومعاه النهارده في سلالات. سلالات؟ سلالات بالصلاة جاموس المنوفي. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين الوش؟ انت ما تخدمش يا عمرايم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اللي بتدخل مزرعتنا. بكل امانه يا رجاله محدش يعرض لك من المال ده، محدش هيعرض لك من المال ده. دي اول تفاحه معانا، زين تفاحه يا معلم ابو ست. اسعارنا النهارده بتبتدي من كام؟ اسعارنا النهارده يا عمرايم بتبتدي من 9500 في الشعاري. في الشعاري يا باشا العمر شهرين ونص. اللهم صل على سيدنا النبي. 9500 ومعايا يا باشا سوق كامل متكامل. معانا يا جماعه كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله، كل اللي انتوا عايزينه معانا على الله يفنى. تعالى يا باشا انا عايز اتفرج على التفاحه ده يا معلم ابو ست. اتفرج يا باشا اتفرج. حبيبي سعاده الباشا مساء الفل عليك معلم ابو ست. الناس كلها بتمسي عليك، كل واحد يا جماعه اكتب اسمه في تعليق علشان نمسي على كل راجل محترم معانا. الناس اللي معانا كل واحد كده يكتب اسمه في تعليق، والناس اللي اتعاملت مع مزرعه الحاج محمد تخش تتكلم في التعليقات برضه. اللهم صل على سيدنا النبي. الباين دي يا معلم دي اول تفاحه، ثاني تفاحه، ثالث تفاحه. بصوا كده يا رجاله شايفين المال يا جماعه؟ شايفين المال كده يا رجاله؟ شايفين الفتحه العريضه؟ النظام العالي؟ المكان اوسنا منوفيه قريه عرب ابو زكي يا رجاله. ده الدكر يا جماعه الطلاب بتاعهم الدكر الايطالي. البان دي اوزانها في بعض 130 كيلو 140 كيلو. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ موانع هنا، موانع الريح، الوش، نظام زي ما الكتاب بيقول. الناس اللي معانا ما بتصليش على النبي ليه بقى يا رجاله كده وتتعاملوا بلايك ليه؟ مشاركات، مشاركات للفيديو يا رجاله، مشاركات للفيديو. النهارده انا بعرض لك بضاعه ما نزلتش على اليوتيوب. شايفين يا جماعه رجاله عامله ازاي؟ رقبه البيع عامله ازاي كده؟ الفتحه المظبوطه. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم ابو سته تعرض لنا النهارده؟ هعرض لك النهارده يا عمرايم جمبوات ما حدش عرضها يا عمرايم. جمبوات ما حدش عرضها قبل كده. اللهم صل على سيدنا النبي. تعالى يا باشا معاك. اللهم صل على سيدنا النبي. اسعار بتبدا من 9500. اسعار بتبدا من 9500. 9500 ما شاء الله ما شاء الله. كل اللي انت عايزه هنا بفضل الله موجود معانا. كل اللي انت عايزه سوق جاموس كامل متكامل. سلالات عاليه. بتقول يا معلم ابو سته؟ مش يا باشا مش كل واحد جاب عجله جاموس ولا اللي جاب جاموس. مش كل واحد جاب عجله جاموس. اللهم صل على سيدنا النبي. ما نزلتش يا باشا. اللهم صل على سيدنا النبي. صل على سيدنا النبي. مساء الفل عليك يا عم عمرو عبد الحافظ اسيوط ورجاله اسيوط الناس المحترمه. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. تربوهات عاليه، جامبوهات زي ما الكتاب بيقول. اللهم صل على سيدنا النبي. ده الدكر الطلاب بتاعهم يا رجاله. صل على سيدنا النبي. يا معلم ابو سته العجلات دي جايين منين؟ العجلات دي يا عمرايم جايين من اكبر مزارع الجاموس في مصر. العجلات دي يا جماعه جايه النهارده واصله عندنا حالا من اكبر مزرعه جاموس في مصر. عم احمد ابو حمزه طبعا في شحن على الصعيد يا باشا، موجود شحن عندنا لاي مكان، لاي مكان موجود عندنا شحن. يا معلم رقم تليفونك للتواصل معاك. رقم تليفوني 010 010 61 61 82 82 49 49 74 انا عايز اللي معانا على اللايف يا عمرين كلهم كل واحد يصير كل واحد يصير اللايف قلت لك بص عليه كل واحد يصير كل واحد يصير يا رجاله كده وصلي على سيدنا النبي على المال اللي انا بعرضه لك النهارده ده. صلي على سيدنا النبي على المال اللي انا بعرضه لك النهارده ده. عايز تطلع جاموس ولد صح يا معلم ابو سته معانا ايه تاني؟ معانا يا باشا تعالى يا باشا خش في الموضوع على طول يا معلم ابو سته عايزين نخش في الموضوع على طول. تعالى يا عمرين بالصلاه على سيدنا النبي.
معانا سوق كامل متكامل. معلم ابراهيم احمد ابو الحاج مساء الفل عليك. المعلم سلم احمد ابو الحاج مساء الفل عليك. مساء الفل على الرجاله المحترمه اللي معانا. الناس يا جماعه كل واحد بسم الله ما شاء الله. يا معلم ابو سته معانا ايه تاني النهارده يا باشا؟ معايا يا باشا 10 عيول اعمال شهر. معانا سوق كامل متكامل. مساء الفل عليك عم محمد عماد. سوق كامل متكامل في كل السلالات وكل اللي انت عايزه. يا معلم ابو سته ايه دول يا معلم ابو سته؟ دول النهارده بالصلاه على سيدنا النبي يا باشا. كام حته دول يا معلم ابو سته؟ 10 10 عيول. 10 حتت شعاري الاعمار يا ريس. ست كره؟ دولت شعار يا جماعه اعمار شهرين وشهرين ونص. اللي عايز بقى حاجه في السعر الحنين حاجه هنا في السعر الحنين شويه. يا معلم ابو سته سعر ال10 دول بكام النهارده؟ سعر ال10 النهارده دول مش هقول لك عاملين 100,005. امال عاملين كام يا ريس دول؟ الشكلان دي عمرائيل كل يدوس لايك ويصلي على سيدنا النبي. كل يدوس لايك ويصلي على سيدنا النبي. 95 اللهم صل على سيدنا النبي. قلت لهم يا معلم ابو سته ب 95,000 متوسط سعر التفاحه 10 كام؟ 9500. وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. نقدر نوصلهم لك اي مكان. ومعانا الحاج محمد ابو الحاج مساء الفل عليك يا باشا. يا حاج ابراهيم مس على الناس كلها ومس على الشهيدين سوق بلدنا. تمام. مس على 27 محافظه واللي على راسنا. مساء الفل عليك يا عم الحاج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بسم الله ما شاء الله اللي قلبك يحبه عندنا يا ابني. كل اللي انت عايزه هنا موجود. كل اللي انت عايزه هنا موجود. المعلم ابو سته مقدم لنا ال 10 تفاحات دولمت بيقول لك ب 95,000 جنيه، الكلام ده صحيح؟ صحيح ب 95,000 بهام انضف بهام بهام بلدي كلها منوفي. بكام يا ريس؟ ب 95,000 ب 95,000 متوسط سعر التفاحه من دول يا رجاله 9500. كام ذكر دول يا معلم ابو سته وكام نتايا؟ ست كوره واربع نتايات يا باشا. ست كوره؟ واربع نتايات. واربع نتايات، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حضرتك. رقم واحد فرجع على ابو سته كده. ادي اثنين ذكر، ثلاثة نتايا. منوفي يا باشا. أربعة ذكر، خمسة ذكر. ستة انتاية، سبعة انتاية، ثمانية ذكر، تسعة انتاية، وده رقم 10 ذكر. يا معلم انت متوسط سعر الدول كام؟ قلت لي كام؟ متوسط سعر عامل ايه يا باشا؟ 9500. 9500. مساء الفل عليك الحاج وائل الشهداء، الناس المحترمة، بيمسي عليك الحاج محمد الحاج وائل الشهداء بيمسي عليك. بيمسي على العالم كلها الحاج وائل وبيمسي على الناس كلها حبايبنا اللي على راسنا. الناس كلها على دماغنا فوق طبعا يا رجالة، بس ادعمنا بلايك وشير وتعليق في الصلاة على سيدنا النبي. يا معلم ابو سته كل الناس عايزه تخش على التفاح المنوفي اللي جوه ده. هتعرض لنا ايه تاني؟ اعرض لك يا عم ابراهيم 20 عند بعض يا باشا. دول 20 بسعر واحد؟ بسعر واحد يا عم ابراهيم. ال 20 بسعر واحد؟ السعر بتاعهم النهارده. طب ما تعرض لنا 10 و10؟ لا انا عايز لك ال 20 مع بعض يا باشا بالمره. ال 20 مع بعض؟ بالمره؟ بالصلاة على سيدنا النبي يا باشا. حبيبي يا معلم ابو سته. متوسط سعر التفاح من دول كام بقى على طول كده في السريع كده؟ سعر التفاح ده عامل 13,500. حبيبي عم محمد هارون مساء الفل عليك يا باشا. البحيره ورجاله البحيره على دماغي من فوق اخواتنا وحبايبنا في كل مكان. قول يا معلم سعر ال 20 دول بكام النهارده؟ سعر التفاحه من دول ب 13,000 يا باشا. امال بكام يا ريس؟ اللي يصلي على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. يا باشا معلم استنى بقول لك النهارده سعر التفاحه من دول لسه ما كملتش ال 13,000 جنيه. شايفين يا جماعه المال؟ اللهم صل على سيدنا النبي. معلم ابو سته كام سعر التفاحه من دول النهارده؟ عامله عامل ست تفاح من دول 12,000 يا باشا. 12,000؟ 12,000 متوسط سعر التفاحه من دول يا رجاله 12,000 جنيه. اللي عايز ياخد ال 20 ماشي، عايز خمسه ماشي، عايز اثنين ماشي، اللي انت عايزه كله بفضل الله ماشي. بعرض لك سوق كامل متكامل النهارده. اللهم صل على سيدنا النبي. عجله تزيد 500 عمري ما عجله تقول له 500. عجله تزيد 500؟ عجله تقول له 500. وعجله تقول له 500. 500 يعني اللي عايز عجله معلم سته ياخد؟ معلم الصلاة على النبي. يعني مثلا حاجة يا ابو سته الازياء الكبيرة اللي فيهم دي تعمل لها كام؟ دي يا باشا عجلة 12,500. 12,500 اه. معلم ابو سته عايزين نخش على اللي بعده. تعالى عشان ما نطولش على الناس برضه. 12 متوسط سعر التفاحة من دول يا رجالة 12,000 جنيه. اللي عايزهم حاجة كبيرة زي كده ب 12,500. حاجة تقل شوية مثلا زي كده 11,500. ايوه. طبعا اللي أنت عايزه هتلاقيه، اللي أنت عايزه هنا بفضل الله هتلاقيه. بص يا باشا بين تفاح يا باشا. مساء الفل عليك عم مصطفى السوهاجي. مساء الفل عليك يا باشا ابو ليان. بنمسي على الناس المحترمه والناس اللي معانا على اللايف كلها. ربنا يا رب يسهل الحاله الجميع ويسترها علينا وعلى امه محمد وراضي الناس كلها بالحلال. ربنا يراضي الناس كلها رجاله بالحلال. متوسط سعر هنا 12,000 جنيه يا رجاله. 12,000 هنا سعر جمله، سعر جمله سوق الجمله هنا بفضل الله. يا معلم ابو سته خش على اللي بعده. معايا كمان 10 دكوره. تعالى يا باشا 10 دكوره. خليكم معانا يا رجاله على اللايف كده. في سوق كامل متكامل لسه معانا ان شاء الله. هنعرض لك كل الاسعار اللي انت عايزها.
يا سعاده الباشا، متوسط سعر الدرافين من دول كام؟ خش في السريع على طول. ده عن مين؟ كل واحد يصلي ويصلي على سيدنا النبي. كل يصلي على سيدنا النبي يا رجاله. 110 يا عم عيد. 110؟ ب 110. متوسط؟ 11000 جنيه يا رجاله. العجول دي كلها عجول فطانه وعجول قديمه. العجول يا جماعه اللي لسه داخله مرحله الفطام اللي زي ده كده. اللي زي اللي بنعر ده كده داخله مرحله الفطام لسه. ده يا جماعه اقل حاجه اسبوع كده ونبيع فيه، اسبوع ونبيع وبعد كده نبيع اهو. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. اما العجول دي كلها رجاله؟ اما العجول دي كلها عجول فتره وعجول قديمه، عشان ما حدش يقول لك دي عجول السلباني. ست سنان تنين، القرن القديم بتاع العجل، المواصفات العجل من وراه. متوسط سعر العجل ده 11000. 11000 جنيه. اللهم صل على سيدنا النبي. القرن القديم برضه يا رجاله اهو، الدار المظبوط، الفتحه، النظام. العمارنا كام يا معلم؟ قلت لي العماره 3 شهور يا باشا. العمار هنا 3 شهور. العمارنا 3 شهور. 3 شهور بالصلاة. عم احمد ناجي همام، مساء الفل عليك يا باشا. معلم بص، عم احمد ناجي همام بس عليك. بس على عم احمد ناجي همام، الناس كلها على دماغنا من فوق. تمام. نمسي على الناس كلها اللي معانا على اللايف. كلها على دماغنا من فوق. كل واحد يا رجاله كده يدوس معانا لايك ويعمل مشاركه ويعمل تعليق في الصلاه على سيدنا النبي. 11000 جنيه يا رجاله. متوسط سعر العجل الشعار القديم ده 11000 جنيه النهارده. اللهم صل على سيدنا النبي. الناس اللي معانا تصلي على سيدنا النبي كده، تعليقاتكم يا رجاله، تعليقاتكم الجميله تهمنا. متوسط السعر هنا 11000. 11000. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم ابو ست، خش على اللي بعده، خش على اللي بعده في السريع كده. اللي عايز يا جماعه اي ان شاء الله اي حاجه يتواصل مع رقم التليفون، وان شاء الله اللي انت عايزه هنا كله بفضل الله موجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا معلم ابو سته، الناس كلها عايزه اسعار من تحت، عايزين اسعار من تحت. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا معلم ابو سته، هتعرض لنا التفاح ده بقى ولا ايه بقى؟ ما تحيرناش معاك، الناس كلها عايزه السلالات دي، الناس كلها عايزه السلالات الجميله دي يا معلم ابو سته. اللهم صل على سيدنا. شايفين يا جماعه المال؟ شايفين وش البيم؟ السلاله؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه اكل البيم هنا؟ اللي عايز بقى يتقي ياخد تقاوي من وفي، ياخد تقاوي من وفي هنا اهو. احجام عاليه، العجله من دي يا رجاله كانت بترضع لبن جاموستين اثنين. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا رجاله. بسم الله ما شاء الله. معلم بس دولت ايه النهارده؟ النهارده 21 دكر يا باشا. 21 دكر. 21 دكر. 21 دكر. معايا كمان 10 نوت. 10 نوت تفاحات برضه؟ صل على سيدنا النبي. صل الله عليه. افرجنا يا معلم عشان نخش في الوقت. تعالى في ال 20 دكر دول ولا هم ال 21 دكر اللي انت بتقول عليهم دول؟ اتفضل يا باشا. بالصلاة على سيدنا النبي. بالصلاة على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا النهارده بالصلاة على سيدنا النبي. دلوقتي رجالتنا كده النهارده 21 دكر احجام كلها. العمار نتكلم عنها يا ابو ست، العمار كام؟ ثلاث شهور ونص في المضمون. في المضمون. اللهم صل على سيدنا النبي. عزيز انا عايزك بقى تفرق العروض، تفرز العروض من بعضها كده. انت كراجل مربي عايز حاجه تاكل فيها عيش، عايزك تفرق العروض من عرضها. تفرق العروض من بعضها كده وتعرف السعر بقى، ما تتوهش معانا. مش عايزك تتوه وتشوف السعر بتاعي من بتاع غيرنا، شوف السعر اللي عندنا من اللي عند غيرنا. اللهم صل على سيدنا النبي. فراود، فراود النهارده هنا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه المال؟ شايفين المال يا جماعه؟ دي المال المظبوط، دي المال المظبوط هنا يا معلم. مفيش اوزان هنا كام؟ الاوزان يا باشا يعني ضربوا بعض كده عمالين تسعينات كده، يضربوا في بعض تسعينات. تسعينات. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. معلم يا جماعه دي شغلته يا جماعه، المعلم ابو سته ديت شغلته، دي شغلته، دي شغلته يا جماعه. يعني مش ماخدها كده عتاله، مش ماخدها عتاله، لا دي شغله ابا عن جدا، شغله معلمين. اللهم صل على سيدنا النبي. يا ابو سته باشا، هتقدم لي سعر ال 20 دكر دول بكام النهارده؟ هقدم لك دلوقتي مش 21 يا باشا. 21 دول النهارده هقدمهم لك يا عم ابراهيم، مش هنقول لك سعر عيهم من دول. قول لي رقم تليفونك للتواصل معاك الاول. رقم تليفوني 010 010 61 61 82 49 74 74 هقول لك سعر عيهم دول. حبيبي عمك حمام ابو طلال بيمسي عليك، بيمسي على الناس كلها. فريد الحنش بيمسي عليك. عم احمد ناجي مساء الفل عليك يا باشا. عبد القادر سلطان مساء الفل عليك. الناس المحترمه تدعمنا بلايكات وشير وتصلي على سيدنا النبي. شير في الخير، شير في الخير يا محترم. يا معلم هتحسب سعر عجله من دول كام النهارده؟ بقول لك يا عم ابن عم سعر ده 15. ومعانا على اللايف العمده عمك الحاج احمد ابو الحاج، العمده احمد ابو الحاج معانا على اللايف مثل عليه. مثلوش على عم الحاج احمد ابو الحاج، الناس كلها عارفه من دول كام رايح. تمام. متوسط سعر التفاح الذكر من دول كام يا معلم النهارده بقى؟ بقول لك دي يا باشا عامل 15000 ونص زي ما مش عارف يا عم رايح. شوف يا جماعه المال، يا جماعه هنا المال الاكال، هنا المال الاكال الفطران العجول القديمه. اللهم صل على سيدنا النبي. متوسط يا جماعه، متوسط العمارنا 3 شهور ونص، متوسط الاوزان 90 كيلو.
الناس اللي معانا يا جماعه راحت فيك ما بتصليش على النبي ليه؟ الناس اللي معانا تصلي على سيدنا النبي، الناس اللي معانا تصلي على سيدنا النبي. قول لي بقى يا معلم ابو سته، قدم لنا سعر الذكر من دول بكام النهارده؟ قول لي يا باشا عامل 15500 يا عمرائيل. 15500 اتعرض، ما عنديش الكلام ده. هو بيتعرض ب 15500، اتعرض ب 16. احنا عايزين اللي عندنا احنا يا معلم ابو سته. بندخل مزرعتنا يا باشا مش ب 14000. امال بكام يا ريس؟ الناس كلها بتدعمنا بلايكات وتصلي على سيدنا النبي. مش ب 14000 كمان؟ مش ب 14000 يا عمرائيل. امال بكام يا ريس اللي عندنا احنا بكام؟ بكام؟ 13000 جنيه. 13000 جنيه يا رجاله، 13000 متوسط سعر الدرفيل من دوامه النهارده ب 13000 جنيه، وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي. درافيل الناس اللي معانا يا جماعه تصلي على سيدنا النبي كده. فيهم بقى احسن من 17000 امام العلم. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا معلم ابو سته، الله يبارك لك يا معلم ابو سته. اللي عايز يا جماعه ياخد ال 21 ذكر دولت على بعضهم، متوسط سعر الدرفيل بتاعهم 13000، وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحاج محمد عون الله شيبين الكوم البتنون على دماغنا فوق. يا حاج محمد انت منورنا على اللايف. خليكم معانا يا رجاله، هنا شويه تفاح منوفي، هنا كمان معاك شويه تفاح منوفي، نوتي من انضف النوتي. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم بس قلت لي متوسط سعرهم كام؟ 13000 روعي يا عمرائيل. 13000 جنيه. طب هتاخدنا معاك على المفاجاه بتاعتك؟ تعالى يا باشا معاك كمان 10 روتي يا عمرائيل. لا الناس كلها معلم طالبه العرض اللي هناك. تعالى يا باشا معايا يا باشا كمان 10 روتي يا عمرائيل بقى التفاح. طب العرض التقيل ده؟ هنعرضه لك يا باشا. تمام يا معلم ابو سته تمام. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. متوسط سعر الفروت من دول الرجاله 13000، 13000 جنيه، وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. يا معلم ابو سته، الناس اللي بتقول لك اللي عايز عجل واحد واللي عايز خمسه، اللي عايز عجل واحد يا عمرو يبقى خدامه، اللي عايز 10 خدامه تمام، اللي عايز اي كميه متوفره، عايز 1000 عجل موجود، 100 عجل موجود، اي كميه متوفره يا عمرو. كله باسعار وما يرضي الله. المبدا بتاعنا يا رجاله ماشيين بيه، بيع كتير بيع كتير واكسب قليل. يا حاج محمد عون الله المبدا ماشيين بيه، بيع كتير واكسب قليل، تكسب محبه الناس. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. متوسط سعر التفاحات من دي يا رجاله 13000 جنيه، 13000. اللهم صل على سيدنا النبي. طب يبقى معايا شويه تفاحات منوفي يا عم. اللهم صل على سيدنا النبي. عيون بسم الله ما شاء الله. شوف يا جماعه ده وش البيم اللي يجيب الخير اهو، ده وش البيم اللي يجيب الخير. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم فتحه المظبوطه من ورا الرجاله، عظم الكواكع، طول البهيم، ريح البهيم. اللهم صل على سيدنا النبي. الفتحه من ورا عامله ازاي؟ بيمشي بعان لبن. العماره كام يا معلم ابو زيد؟ العماره كام؟ العمار هنا اربع شهور. اربع شهور يا باشا. اللهم صل على سيدنا النبي. لا يا باشا مفروزين بتاع الشعر البيضاء يا جماعه، الشعر البيضاء المنوفي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي. 10 تفاحات بلدي منوفي، ربنا يبارك. اللهم صل على سيدنا النبي. ده يا جماعه اصغرهم، ديت اصغرهم، ديت اصغرهم اهي. بسم الله ما شاء الله. فتحه المظبوطه من ورا، نظام العالي، الوش السمح. اسس مشروعك صح، اسس مشروعك صح. يا معلم ابو سته التفاحه من دول بكام النهارده؟ التفاحه من دول يا عمرايم مش هقول لك سعر التفاحه العامله 18500. تمام. عمك رشوان حسنين بيمس عليك يا معلم ابو سته. بس على عم رشوان حسنين، الناس كلها على دماغنا، الناس كلها يا معلم معانا على اللايف على دماغنا من فوق. من فوق يا باشا. طيب قول لي يا معلم ابو سته بقى، مش هقول لك سعر التفاحه العامله 18500. امال بكام يا ريس؟ ولا ب 17000 يا عمرايم. تمام. امال بكام يا كبير؟ الناس كلها تصلي على سيدنا النبي وتعمل لايكات. كله بيصلي على سيدنا النبي معاك يا معلم ابو سته. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مواصفات 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 عاليه يا رجاله، مواصفات عاليه تربو ايه. اللهم صل على سيدنا النبي. يا ابو سته بقى سعر التفاح من دول كام النهارده قلت لي؟ مش ب 17000. امال بكام يا ريس؟ الناس كلها تدعي لنا بلايكات، كله يدعي معانا بس بلايكات يا رجاله. النهارده عاملين من دخل مزرعتنا ب 150000 يا عمرو. ب 150000 متوسط سعر التفاح من دول يا رجاله 15000 جنيه، 15000. تعالوا بس 10 واحده واحده كده، اسحبهم واحده واحده كده. ده رقم واحد يا رجاله، الصلاة على سيدنا النبي. هات اللي بعده كده يا باشا، هات اللي بعده كده، ده رقم واحد يا رجاله. اللي بعده معلم ابو سته كده، اسحب معلم ابو سته على طول كده. ده رقم اتنين يا رجاله، الصلاة على سيدنا النبي. كم تفاحه معانا هنا؟ اللهم صل على سيدنا النبي. مساء الفل عليك يا حاج احمد ابو الحاج، بنمس عليك يا باشا. ده رقم ثلاثة، الطول بتاع البهيم النظام كله يا رجاله هنا اهو. ده رقم ثلاثة، رقم أربعة، أربعة، خمسة، ستة، ست تفاحات. اتنين معلم ابو سته، اتنين معلم ابو سته كده. متوسط سعر التفاح من دول يا رجاله 7 15000. متوسط سعر الرجاله من دول 15000 جنيه. 8 الصلاه على سيدنا النبي. 7 كده
تمام. 8 اللهم صل على سيدنا النبي. 9 وادراك مع 10 رجالات. اوعى كده معلم مصطفى كده، اوعى كده. دبابه 10 تفاحات منوفي من اعلى مال، متوسط سعر التفاحه من دول 15000، وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. مال بالصلاه على رسول الله. اسس مشروعك صح، اسس مشروعك هنا صح. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. متوسط سعر الدكر من دول يا رجاله 13000، وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. 13000 جنيه رجاله من هنا. عايز دكر ماشي، عايز اتنين ماشي، اللي انت عايزه ماشي. معلم ابو ستة، معلم محمد معلم محمد هارون البحيره بيمس عليك. مس يا باشا على محمد هارون. خش يا باشا على التقيل بقى، خش على التقيل كده بالصلاه على سيدنا النبي. تعالى يا باشا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه اللي انا شايفه؟ شايفين الجمال اللي انا شايفه هنا؟ مواصفات عاليه، مواصفات عاليه. تعالى ابدا. بسم الله ما شاء الله يا فنان. تعالى يا باشا. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. خمس فتوات ومعاهم الدكر بتاعهم. البان دي عمرين طالعين من اكبر مزارع الجاموس مصر يا باشا. معلم ابو ستة فرجني كده اربع حلبات بتاع البيم. اربع حلبات بتاع البيم كده. معلم ابو ستة بالصلاه على سيدنا النبي. شايفين الرجاله الفاتحه المظبوطه؟ شايفين النظام؟ اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الرخو من دلوقتي. من دلوقتي يا باشا. الرخو من دلوقتي يا رجاله. الفاتحه دي عامله ازاي؟ العجله يا جماعه من دولت رضع لبن جاموستين اثنين. العجله رضع من دول امك لبن جاموستين اثنين. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين الوش يا رجاله؟ عرض البهيم، حلاوه البهيم. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. عم حماد سيب الدجر ده وافتح الباب ده بس كده. اللهم صل على سيدنا النبي. صل على سيدنا النبي. مساء الفل عليك يا باشا السعوديه على دماغنا من فوق. يا معلم ابو ست قدم لنا سعر تفاحه من دول بكام؟ سعر التفاحه من دولت مش هقول لك عامله 25000. 25000 جنيه؟ 25000 يا عمرو. عايزين سعر العداله. انا عايز معلم ابو ست عايزك تسحب واحده واحده بره كده، تسحبهم واحده واحده هناك كده. تعالى يا باشا. بسم الله ما شاء الله. ده اول دكر يا بسم الله ما شاء الله. ده اول دكر يا جماعه. ده الدكر بتاعهم يا جماعه. ودي النتايه بتاعتهم اهي. بالصلاه على سيدنا النبي. هات اللي بعده يا باشا كده. هات اللي بعده يا باشا. بالصلاه على سيدنا النبي. ده يا جماعه الدكر، والدكر الايطالي ده، والنتايه الدبابه اللي هناك دي دبابه. بسم الله ما شاء الله. ده رقم 3. شايفين يا جماعه المال؟ المال بيتكلم هنا عن نفسه يا رجاله. اللهم صل على سيدنا النبي. اهو اهو اهو. ابدا مشروعك صح. خد السلات المنوفي 5 بالصلاة على سيدنا النبي. عرض عرضين بتاع البيمة رجال. عرض عرضين. اللهم صل على سيدنا النبي. وادي رقم 6 يا معلم ابو ستة. هتقدم لي سعر الست درافيل دول بكام النهارده؟ سعر الست يا باشا مش هنقول لك. سعر دول عامله 25000. امال بكام يا ريس؟ دول يا عمرين ب 24000 يتباعوا. 24000 جنيه متوسط يعني حته من دول امك؟ لا ما عندكش الكلام ده يا باشا. امال اللي عندك بكام يا ريس؟ دول من داخل مزرعتنا. تمام. الناس اللي معانا يا جماعه تصلي على سيدنا النبي يا جماعه. الناس اللي معانا يا جماعه تصلي على سيدنا النبي. كل واحد كل واحد واحده. تاني يا محمد كده هات له واحده واحده. هات له واحده واحده تاني كده يا عم حماد. الصلاه على سيدنا النبي. بص على المال يا رجاله، بص على المال كده يا رجاله كده. متع نظرك كده، متع نظرك معانا كده. متع نظرك باللي انت شايفه ده. دبابه ماشيه على الارض اهي. دي تطلع جاموسه من ابو 150000. اللهم صل على سيدنا النبي. قرن البهيم، وش البهيم، الفتحه المظبوطه، النظام كله هنا. النظام كله هنا يا رجاله. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه المال اللي انا شايفه؟ شايفين الجمال ده يا رجاله؟ شايفين الدكر الاطاله ده يا رجاله؟ دبابه على الارض اهو، دبابه على الارض. اللهم صل على سيدنا النبي. مساء الفل عليك يا باشا جمعة جابر ابو يوسف. مساء الفل عليك الراجل المحترم. يا معلم ابو ستة تقدم لي سعر الدرافيل دول بكام النهارده؟ النهارده من داخل مزرعتنا انا عايز الناس كلها تصلي على سيدنا النبي. الناس اللي معانا قاعده تصلي على النبي يا رجاله. كل واحد يعمل لايك معانا يا عمرائيل. تمام. كل يدوس لايكات. كل يدوس لايكات يا رجاله. عاملين كام؟ بكام يا ريس؟ ب 121000 يا باشا. ب 121000. بالمتوسط 20200. 20200 سعر البطل من دول. سعر البطل من دول يا رجاله 20200 جنيه. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. اللي انت عاوزه يا عم مصطفى بعوزت على خده. مال يا عمرين. اللهم صل على النبي. دي لسه ما اتعرضتش على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. يا رجاله يا رجاله البيان دي ما بتتعرضش يا رجاله لان ما حدش بيعرضها لك على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. اهو هنا اهو هنا اهو. ابطال 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 الشرقيه يا باشا. احسن ناس على دماغنا ابو حماد فؤوس الزقازيق. الشرقيه كلها على دماغنا من فوق. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. يا معلم ابو ست قلت له متوسط انا كام؟ المتوسط
حاطط 20,200 جنيه. 20,200 جنيه الناس كلها على دماغ من فوق. الناس كلها على دماغنا من فوق. عنواننا جوست نيل. العنوان قال عربه مذكري بر... معلم بس بالراحه 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 معلم بس. المكان فين؟ المكان يا باشا جوستنا جوستنا المنوفيه. المنوفيه قرية عرب ابو ذكري. مزرعه الحاج محمد ابو الحاج. رقم تليفون التواصل بتاع المعلم ابو ستة. قول رقم تليفونك. 010 61 82 49 74 كلها على دماغنا من فوق. والناس اللي صلت على النبي معانا والناس اللي عندنا ضايقات الناس دي كلها على دماغنا من فوق. حبيبي معلم ابو ستة. يبقى يا جماعه متواصل سعر التفاح من دول يا رجاله 20,200 جنيه وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. بتأسس مشروع صح، بتأسس مشروعك صح ومعاهم الذكر الطلوقه بتاعهم الاطاله دي يا رجاله. دبابات ماشيه على الارض اهي. اللهم صل على سيدنا النبي. دبابات ماشيه على الارض. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. طبعا يا جماعه كانت اسعارنا النهارده بتبتدي من 9,500. برضو تذكره للمشاهد معانا كده، معانا هنا 21 ذكر متوسط سعر الذكر من دول امك 13,000 جنيه دول 21 ذكر. معانا اسعار النهارده بتبتدي من اول 9,500. ان شاء الله كل اللي انت عايزه موجود. كل اللي انت عايزه موجود يا رجاله. الناس تقول لك مفيش صوره. ازاي مفيش صوره يا ريس؟ الصوره قدام منك واضحه اهيت. واحنا مع بس بقى لنا بتاع تلت ساعه. حبيبي يا باشا عم احمد، احمد اسوان احسن ناس في الدنيا. اخوالنا اخوالنا وحبايبنا في اسوان كومومبو دراو على دماغنا من فوق يا ريس. بنشكر كل راجل محترم تابع معانا الفيديو للنهايه. بنشكر كل راجل محترم تابعنا. بنشكر كل راجل محترم ادينا الثقه برضو اننا نشتغل وبيدعمنا. بنشكر الناس كلها والناس كلها على دماغنا من فوق. بنحيي الناس كلها من سينا لاسوان للسلوم. طبعا شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.